الغرافة أو جماهير نادي الغرافة. أتمنى إن شاء الله توقفون مع نادي الغرافة هذا الموسم. نادي الغرافة إن شاء الله عاد بقوة. I expect we're gonna start compete. Message will gonna be in our field. I expect we're gonna working hard for make الغرافة fan satisfied. أقدر أقول كلمة واحدة، إن شاء الله مع التعاقدات الجديدة وجود شباب الطيبين لازم يكون هناك تفاؤل. الفريق ما يعتمد على مباراة أو مباراتين. الغرافة قاعد يصنع فريق، الفريق فريق شاب، نبي الصبر بس. تقريبا احنا من شهر 3 جلسنا مع مجلس الإدارة واتفقنا أنه يكون معسكرنا في هولندا في تقلن تحديدا. طبعا المنطقة جدا مريحة للفريق، معسكر مريح مثل ما تشوفون، الفندق ما فيه إلا فريقنا، كذلك الملعب على أعلى مستوى، كذلك الأشياء اللي متطلبات الفريق. Where I arrived pre-season is done from the club side, and I didn't know where we were gonna arrive, but at the end I start organized ourselves. I checked the hotel, I checked the facility. At the end, is everything is in a good level, and I believe we have enough for make acceptably good pre-season. يمكن انصدمنا كلنا بالجو في اوروبا، يمكن نطلع احنا من الدوحه بسبب الرطوبه والحراره. جينا اوروبا شفنا الحراره نفسها واكثر بعد من اجوانا، طبعا احنا غير، احنا عندنا رطوبه. لكن فتره الاعداد اللي كانت في الدوحه ساعدتنا كثير ان نتاقلم في الطقس اللي هنا، والحمد لله ماشيين، والاجواء والشباب اللي عندنا اللعيبه كلهم مثابرين في التمرين. يعني انت رايح معسكر، انت ادوات المعسكر كلها جاهزه وحولك وحواليك، فاتوقع ان هالشيء المطلوب ومتوفر عندنا الحمد لله. هولندا طبعا بلد كروي، يعني الملاعب وال الفاسيلتيز اللي في الفندق كلها يعني بتؤدي الى معسكر ناجح ان شاء الله. المكان موجود تقريبا نفس قريه او ريف، فما اعرف ما في ازعاج او انك تطلع مثلا مكان في السنتر او هيك، كله موجود يعني في المنطقه نفسها. هولندا اعتقد واحده من الدول دائما مشهوره بالمعسكرات الخارجيه، دائما مشهوره بالامكانيات الموجوده حق اي فريق يبي يعسكر او يبي يسوي معسكر اعداد، من الملاعب، من الفنادق، من هالامور، وهي اصلا مشهوره يعني في كره القدم بشكل عام. الاداره ما قصروا على بالذات في هالموضوع. الملعب صراحه للامانه ممتاز، في جيم قريب منه، قريب من الفندق، ما ياخذ منه تقريبا 4 أو 5 دقائق سيكل، فاعتقد هاي الاهم. اما الفندق كامكانيات او يكون الفندق كفاسيلتيز يعني ممكن ما يكون ممتاز جدا، لكن احنا مرتاحين في الفندق يعني، وكل شيء معانا وكل شيء متوفر يعني. طبعا اختيار موفق، اللي هو الفندق قريب من الملعب 5 دقايق مشي، فده اهم شيء يعني انه يكون الملعب قريب من الفندق، عشان احنا جايين نلعب كوره مش جايين نستمتع يعني بالفندق ولا بالاجواء، جايين نلعب كوره يعني نتمرن معسكر اداء. اللاعب محتاج الجروب اللي معاه يكون ظريف، يعني لو المعسكر زي لو الفندق زين وعالمي والفندق يعني كل شيء فيه متوفر فيه، بس الجروب اللي مع اللاعب مش موفر له البيئه الصحيه راح يكون نفسيا تعبان يعني. بس اهم شيء انا اشوفه في اي معسكر انه الجروب اللي يكون مع اللاعب يكون جروب يوفر له جو هادئ وجو طيب يعني. I'm working in Watford too and made similar job like with Fulham. وحدات التربية شاقة يعني. أنت عارف دوري إنجليزي، دوري سريع، دوري قوي. Are you ready?
spent first time talking with the club. They show me ambition for looking for progress, for improvement. And I start thinking that can be great challenge and great experience for me. Football is Fulham is not my only team where I am working before. I am working in Watford too, and made a similar job like with Fulham. And apart my English experience, I am working in six countries. This is my seventh experience and seven league and seven competition. What I gonna. We're gonna participate. I'm gonna try use my experience working in several parts of the world, and I believe I can bring positive team for my team or for Qatari football too. Try improve our game and try improve our players. It's on the general line like all the pre-season. You want to start with resistance, with aerobic work, and step by step, we'll start tactical, technical trainings too for another side. At the beginning, we had to adapt to the condition of the weather and to the club. I think we did 2 weeks and a half very good with players trying to look in. For a lot of volume of training, and try to use in the first session every 48 hour to build up our strength in the gym, and trying to train as much as possible in the evening in the pitch. We are looking for a colder place, but the weather is like now at the moment, like in Qatar. But we reduce the volume, we improve the intensity, and the most important thing to test the team how they are improving in the competition for the four next matches that we have to play. In pre-season, very difficult to stay with goalkeepers, you understand, because I need to count every moment, because if he do too much, he will be tired during the pre-season, and after it be difficult to catch his great performance. قاعدين منحافظين على اللعيبة ومسكين لهم من كل النواحي معناتها من الاعداد ومت في التمارين نكونوا موجودين ونحاولوا بعد التمارين نقوموا بالتدليك وبالناس اللي تحب مثلا عندها علاجات ولا حاجات خفيفة والحمد لله لحد الان معناتها كل اللعيبة كلهم بخير الحمد لله. Find the players who want to work hard, they want to improve. At the moment, they feel is all the people have the opportunity with new coach, and his first impression is positive. أول مرة تعامل مع مدرب جايك من دوري إنجليزي، تعرف دوري إنجليزي شلون دوري سريع دوري قوي، فحتى هو صدمنا بأسلوبه يعني بكلامه بطريقة تعامله مع اللعيبة يعني تف. لكن في نفس الوقت هو مرن بس باسلوب الدوري الانجليزي تمارينه جدا مفيده جدا سلس مع اللعيبه. Cette année on a encore plus amélioré donc parce qu'on a des dirigeants donc ils ont amené dans un bon hôtel donc parce que la préparation c'est comme ça il faut être dans un endroit calme. Ici c'est calme, donc il y a l'entraînement, il y a la récupération. Donc le groupe est bien, il y a la motivation, il y a tout. On a un nouveau coach qui a un challenge et puis qui vient de notre niveau, qui était plus haut, comme tout le monde le sait. Et je pense que cette année-ci, Inch'Allah, bah, on va faire une chose quoi. الوحدات التدريبية المدرب يعني ما مقصر ويانا تمرين الصبح والعصر من أول ما وصلنا.
والجو حار ف يعني تربيت الوحدات التدريبية شاقة يعني. المدرب الأنجح اللي يكون شوي قاسي مع اللعيبة أكثر من المدرب يكون مرن مع اللعيبة، فمن الطبيعي المدرب راح يكون قاسي شوي مع اللعيبة. وثاني شيء تعرف أنت التفاصيل الصغيرة بالذات في عالم كرة القدم وايد تفرق، التأخيرات مثلاً أو الأمور الصغيرة هذه تفرق وايد مع لعب كرة القدم. التدريب جداً ممتع والمدرب الجديد قاعد يعطيني تمارين جديدة، وبصراحة الجو يساعد على أنك تتمرن في هولندا. كل مستانس لأن المدرب اللي يشد حيله يلعبه، كبير الصغير محترف مش محترف اللي شاد حيله وقاعد يعطي يلعبه، فالكل مستانس على المدرب. المدرب يكون قاسي في وحدات التدريبية نفس ما قلت إنه يبي يوصلنا لأعلى مستوى نطمح له كنادي غرافة، ويحاول نحن نأدي في الموسم، فطبيعي إنه الإعداد الموسم بيأثر على الموسم ككل. Separate is really important. Really important. Coach it in one team like is important. This coach have quality players in the team. هذا مثلث مثلث مكتمل، الإدارة والمدرب واللاعبين. إذا فقدت أي واحد منهم ما راح تصل للشيء اللي أنت تبيه. أتمنى إن شاء الله هذا المثلث دائما يكون مثلث قوي، لأنه هو سبب نجاح الفرق. جميع اللاعبين مرتاحين من التعاقدات الموجودة ولبين لهم طلباتهم. I have many players for Al Gharafa and under 20-23, under 20-21. كنت ألعب بلجيكا آخر سنتين، بس نشأت في نادي الغرافة يعني من أنا صغير وفات سنية. جاي من نادي أوبن البلجيكي. تقريبا انضم لنا خلال هالسنتين تقريبا ما يقارب 11 لاعب شاب. جميع اللاعبين مرتاحين من التعاقدات الموجوده ولبين لهم طلباتهم. بالعكس عندنا لاعبين مميزين، عندنا لاعبين شباب، عندنا لاعبين خبره، كذلك محترفين على اعلى مستوى جايين ان شاء الله في الطريق، وقريبا راح تشوفهم في المعسكر. اعتقد الكل مرتاح، اعتقد كذلك ان اي شخص كان يبي شيء من الاداره او كذا الحمد لله اعتقد جميع الطلبات لبيناها لهم. ما شاء الله تبارك الله، يعني فريق كله فريق شاب، ما اقدر اعدهم تقريبا 24 او 25 لاعب شاب ما شاء الله تبارك الله. وعندنا كذلك لعيبة مميزين، لعيبة منتخب ولعيبة كبار قاعدين يقدمون معانا شيء كبير وشيء ملحوظ. I have many players for Al Gharafa and under 20-23, under 20-21, especially in this beginning of the pre-season. I need working with them. I have opportunity working with them, and for another side is fantastic event is front of the all the Qatari players. This is a fantastic option for all the Qatari player. كنت ألعب بلجيكا آخر سنتين، بس نشأت في نادي الغرافة يعني من أنا صغير وفات سنية مع منتخب الشباب والأولمبي. آخر سنتين كنت بلجيكا في أوبن. جاي من نادي أوبن البلجيكي. قعدت معاهم حوالي موسمين، كان صراحة موسمين يعني جيد بالنسبة لي لأني تطورت فيهم، والحين الحمد لله أني رجعت لنادي القديم. الحمد لله مثل ما بدينا بالشباب وأعطاه فرصة للشباب، اليوم قاعد تشوف أن فريقك من أفضل الفرق، جميع المنتخبات متواجدة فريق نادي الغرافة. اعتقد الخطه اللي وضعناها من بدايه المواسم الاخيره اخر سنتين اعتقد ان الحمد لله قاعدين نجني الثمار حاليا،
مثل ما تشوفون كلهم لاعبين مميزين، لعيبة شباب، وما ينقصنا حاليا إلا 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 بطولة إن شاء الله تعالى. المواطنين والمحترفين بنفس المستوى، يعني مش نفس المستوى نفس المستوى، بس انهم قريبين من بعض بحيث انهم بيكملوا بعض. المواطنين والمحترفين بيكملوا بعض. تقريبا انضم لنا خلال هالسنتين تقريبا ما يقارب 11 لاعب شاب، وهي عدد كبير جدا. بس انت لما تيجي تشوف مثلا منتخب الاولمبي تحصل مثلا ممكن 6 أو 7 لعيبه مغرب، منتخب الشباب نفس العدد تقريبا 5 أو 6 لعيبه. هالشيء للأمان يعني ممتاز جدا. الفريق يعتمد على كل لعيبه، بس اكيد يعني لعيبه منتخبنا الاول احمد علاء والمهدي وتميم مهيز ويوسف حسن الحارس، وفي كذا لاعب بعد في الفريق، فاكيد الفريق كامل يعني كل لعيبه مهمين، بس اكيد في عناصر بعد ابرز. مهدي علي هو اللاعب اللي تقدر تقول عنه انه يخف عن الحمل عن الفريق، يعني انه يجي يكلمك يوجهك يوضح لك الشيء اللي مو فاهمه. اعتقد يوسف مفتاح يعني، لأن أكبر واحد فيني. يوسف مفتاح هو اللي أوقات يهدي الأوضاع، وإذا في شيء أو مشكلة الفريق يقعد يتكلم. طبعاً ما في غير يوسف مفتاح، اللاعب الخبرة ما شاء الله، يعني هو اللي يهدينا، هو اللي يعني إذا كان تمرين قوي يعني واليوم اللي بعده قوي، فتقول تعال يا أخي تعال يا مدر، هو يقعد معانا، هاي لمصلحتكم يعني، يعطينا من خبرته يعني أكيد ما في إلا هو. كرة القدم هي تجربة، في كل مرحلة في حياتك تحصل تجربة جديدة. يعني طبعاً بدينا في نادي الأكراء، يمكن بديت وأنا صغير عمري 16 مع الفريق الأول، مع جيل كانوا كلهم كبار، بداية بفرانك لوبوف اللاعب الفرنسي. طبعاً غير تدخل في أجواء ثانية، يعني من مرحلة أنك كنت تسولف مع ربعك لمرحلة أنك تكون ساكت وتسمع الكلام. هاي بعد 8 سنوات طبعا مع الفريق الاول في الوكره رحنا الجيش، خلاص انتهني ناضج، يعني تغير احترافيه كانت كامله. طبعا تقدر تقول ان في نادي الجيش كان يعني معنى الاحترافيه موجود هناك. بعد ما انحل نادي الجيش بغرافه خلاص انتهني، وصلت لمرحله ان تقدر تقول الخبره او مراحل الاخيره طبعا بالكوره، وان شاء الله تكون مستمره. هنا رجعنا مره ثانيه، احنا صرنا العكس، بدايه مع الوكره كنا صغار صرنا العكس، يعني احنا الكبار وعندنا تقريبا فوق ال 15 لاعب، يعني بيني وبينهم 7 8 سنين 10 سنين. ف نفس ما قلت لك الدنيا تلف وتدور، يعني اتوقع خلاص سنه سنتين ممكن نشوف الغراف يعني يرجع للوضع الطبيعي نفس ما كان قبل. هاللعيبه This club is try close some deal. I expect we're gonna be successful and we're gonna be stronger tomorrow than today. That's it. وأنا كلي ثقة بهذا الجيل الحالي المتواجد في نادي الغرافة إنه يقدم مستوى ولتحقيق البطولات إن شاء الله، ورجع نادي الغرافة لمنصات التتويج. وكلي ثقة في جميع لاعبينا المتواجدين حاليا، سواء من الشباب أو الخبرة أو المحترفين. طبعا تم الاختيار في السابق قبل ما نجي المعسكر تقريبا بـ2 شهر، تم التعاقد مع بعض مع الايجنت حق المعسكر، ومن ثم عرض علينا جميع المباريات كثيره، وتم الاختيار تم اختيار اربع فرق تلبي طلبات الفريق. عندنا 4 مباريات ودية، وراح نتدرج إن شاء الله تصاعديا في المباريات الودية كمستوى وكأداء فني إن شاء الله. They are very very good skilled. They got a lot of technique, and if you let them play, they can make a difficult game for you.
You play against mature players. They are older. They are their physics are better developed. And for our players, this is a very good experience, and they learn from it. And if they can play like this, it's very good for us. In the beginning, we already could feel how they would play very fast, short passes. It's totally different than we would play in our country. It's more, how would I say, physical, and you guys, the guys have a lot of technique, play fast, yeah. It was difficult for us in the beginning, but I think we played a good match today. It was good to practice for the season. Nuggets, Nuggets! تويتر يا اخي انا بعيد يعني شويه عن السوشيال ميديا وعن كان تويتر I use Twitter yeah around 50,000 something like this. Michael Jordan is a favorite athlete for my youth time and is my favorite football player is Maradona. انا بعيد يعني شويه عن السوشيال ميديا وعن الانستغرام سناب شات انا بعيد عنها يعني. كريستيانو رونالدو الاثنين احبهم يعني انا اشوفهم يعني انهم رونالدو اللي هو البرازيلي كان موهوب رونالدو كريستيانو رونالدو موهوب بس انه هي ورك هارد يعني. لو تشوف المقارنه بين ميسي ورونالدو اعتقد المقارنه بين ميسي ورونالدو صعبه يعني ميسي موهوب يعني شيء من ربنا لكن كريستيانو موهوب ماشي بس مش نفس موهبة ميسي يعني هو اللي بيخليهم يكونوا متساويين في المستوى أو منافسين لبعض إنه كريستيانو بيشتغل. يمكن تويتر أكثر شيء يمكن 4000 كارلوس بويول هاللاعب صراحة أنا كنت أحبه وأنا صغير تعجبني روحه تعجبني يعني أنت ممكن لو تشوفه في ديواته لاعب يعني كله سيريس في الملعب كله سيريس يعني حتى ما كان يرضى ان اللعيبه يحتفلون بطرق يعني استهتار او شيء فوايد كنت اقتدي فيها اللاعب والله احنا جايين حاطين المفاوضات صار لها فتره طويله حاطين المفاوضات لا كدس اكثر وسائل التواصل الاجتماعي تحبها والله ما احب ابدا وسائل التواصل الا اي كم باك ايه وسائل التواصل واحنا جارين جاي جاي جارين اس از بوسيبل انا نمشي وقاعدين نخطط عادي تقطع بالرتب والله انا بعيد جدا عن وسائل اوكي والله انا بعيد يعني عن وصل السوشيال ميديا يا عم السوشيال ميديا اول السوشيال ميديا احسن we're gonna be تك 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 ها زين ها حبيب كلاود It's only beginning, and we are start step by step. I try observe everything what is around me, and try find a way for help and support the club and support and help the players too. فريق شاب نبي الصبر بس وقدم كل اللي أقدر عليه. انه لما اطلع بس من التمرين او اطلع من المباراه اقول انا اكتفيت انا يعني قدمت كل اللي عندي ما اقدر انه اقدم شيء اكثر من كذا يعطيكم العافيه اول شيء وتاكدوا ان احنا هنا قاعد نشتغل وقاعد نعطي كل اللي عندنا
وان شاء الله يا رب نقدر نفرحكم مثل ما تعرفون احنا يعني نمر فتره خلينا نقول صعبه شوي، لكن ان شاء الله يا رب نوعدكم ان مع المدرب والفريق ان شاء الله هالسنه راح يكون بشكل مغاير. If you show ambition, if you want to push for the win the game, if you are brave, you have more chances for win the game. Un grand appel à tous les supporters d'Angarafa qui sont au Qatar, qui sont dans le monde entier, donc de faire des pieds pour nous pour cette saison, parce que l'an dernier on était quatrième et cette année, inchallah, on veut avancer. أكيد طموحي إن شاء الله أني أثبت نفسي في النادي وألعب مع الفريق أساسي وأوصل المنتخب الأول إن شاء الله. كان نبني فريق محتاجين وقت. طموحي أحقق بطولة مع الغرافة بس ما حققت بطولة مع كل نادي لعبت فيه وإن شاء الله في الموسم أقدر أحققها. From this chair I cannot I don't want promise them so much, but I expect we're gonna make this job in the field, and I expect, I believe, we can make them satisfied and happy. أتمنى إن شاء الله نقدم أفضل ما لدينا هذا الموسم. طبعاً فريق مميز هذا الموسم وكذلك محترفين على أعلى مستوى. أتمنى إن شاء الله نقدم الصورة الطيبة اللي تليق باسم نادي الغرافة ويسعد جماهيرنا إن شاء الله. وعلى قولتهم الميدان يحمي ميدان.